الكبرياء شعور مرفوض في الشرع، العزة تحكمي. مرة ثانية، الكبر لا إرادي، إنسان مغرور دائما وأبدا، دائما متكبر. فرعون لن تجد إنسانا اعتاد على الكبر يستطيع أن يتواضع، ولو أراد أن يتواضع ببين وبيمثل. ولذلك كم من متعاظم ومتفرعن ومتكبر إذا أراد أن يتواضع ببين وبيمثل. أما العزة لا، العزة أمر إرادي، فأنا مع غير المسلم عندي عزة، أعتز بديني، أنا وأي مطار بفرش سجاد وبصلي في أي مكان، قال الله أكبر بصلي، هذه عزة. ألبس حجابي، حجابها تعتز بحجابها في أي مكان كانت. ولذلك نحيي كل فتاة مسلمة في بلاد غير المسلمين حافظ على حجابها. رجمنا بالبيض ورجمنا بالبندورة والطماطم الفاسدة، وأهن وشدت عن رؤوسنا الحجاب وبقيت متحجبة لأن عندها عزة تفتخر بدينها. وقاعد أختها في بلاد العرب مسموح لها بالحجاب، مسموح لها بالنقاب وبالخمار، وقاعد هي بتبي تصيف لحالها. هذا تناقض. أولئك عرفوا معنى العزة فسلكوها. العزة أمر تحكمي، أنا على غير المسلم عندي عزة، مش كبرياء. لا، الكبرياء أمر آخر، الكبرياء أني أنظر له باحتقار، أما العزة أن لدي أمرا شيء أفتخر فيه، أنا عبد لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنا عبد لله والنبي رسولي، أنا من قدي في الدنيا، هذه عزة. فإذا جئت مع غير المسلم اعتززت بما أملك من دين ووحدانية وبر والدين، لكن إذا جئت إلى المسلم المساوي لي بالعزة خفضت له جناح الذل من الرحمة. فالعزة أمر تحكمي، فأنا مطلوب مني أن أكون عزيزا، ليس مطلوبا مني أن أكون متكبرا، كبر حرام.